دوست ايه؟ دوست ليه؟ عشان شفتك هتدوس. انا بسلم عليك. لا ولا لا انا بعمل كده فانت رحت قفشتك. عملت كده ازاي؟ معلش جيتها. اهلا بيكم في جاي ولا الدور الجاي، اول سبيد ديتنج شو في مصر. لما النور يقلب احمر عندكم فرصه تدوسوا على البازر، وساعتها الديت اللي قدامكم هيتغير. لو اتنين كملوا للاخر هيكسبوا فري سكند ديت، وتيجي الدور الجاي. هلو هلو هلو، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انا سالم. لبنى. لبنى، ازيك لبنى؟ الاخبار كله تمام؟ ايه يومك؟ عامل ايه؟ يعني الحمد لله. بتعملي ايه في حياتك؟ ماشيه ازاي اللايف ستايل بتاعك؟ بتعملي ايه في الدنيا معانا؟ في الدنيا على طول كده. بشتغل سيلز، تالي سيلز اون ذا سايد، بعمل فوتوغرافي بقى وموديلنج وحاجات كتير كده. كان نفسي اشتغل في السيلز قبل كده بس ما توفقتش فيه، يعني دخلت حته ثانيه خالص. طيب مش يعني مش اسوء حاجه برده التالي لا سيلز. جميل. بس كان نفسي عشان هو بحس ان انا بتكلم مع ناس كتير، فلطيف قوي الموضوع ده. هو فكره برده انك تتكلم مع ناس كتير قوي، يعني كذا حد في كذا عقليه مختلفه، بتبقى احسن بكتير انك تتكلم مع نفس العقليه بس. دوري على ايه بقى في الريليشن شيب عامه؟ اول حاجه كونسيستنسي، كوميونيكيشن بس بقى، دي مهمه حاجة. قوي. اهم حاجه طبعا بقى ان الشخص يبقى لطيف، يعني ما احسش ان الموضوع ده زي الفل. متشكرين. سوري. يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس ما كنتش كومفورتبل بصراحه. هاي هاي هاي، عامله ايه؟ ازيك؟ الحمد لله. محمد هاجر. هاجر او هاجر. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ بتعمل ايه؟ الحمد لله تمام. قالوا عني ايه جوه؟ لا ما قالوش. تمام. يعني انا سمعت الباز. ف انت ما سمعتيش حاجه عامه؟ لا احنا تمام، مش مركزه في الموضوع يعني. تمام قشطه. عندك كام سنه؟ انا هديكي 21 بكتير قوي. اكبر. كام؟ 24. بجد؟ حلو. اشتغلي. كنت يعني بس الفتره دي بوز كده شويه. بتعملي ايه؟ ماركتنج وجرافيك ديزاين. طيب. وانت؟ انا بشتغل بروجكت مانجر. بتعملي ايه بقى في الوقت اللي انت فاضيه فيه؟ دلوقتي بدات كلاسز كيبورد او بيانو. يعني جربت العب بقى جيتار بس ما نفعتش. حاسس الموضوع هي صعبه شويه. انا كمان برضو جربت جيتار زمان بس ما جاش معايا، اتخنقت. تعلمت اغنيه واحده وخلاص، ما قلت كفايه بقى. بس يعني احيانا برسم بس كده. انت بتعمل ايه؟ انا بشتغل وبذاكر وبخرج برضو. بخرج برضو، انا بني ادم. ايه الحاجه اللي بتقفلك دايما من الناس، من الرجاله عامه؟ يعني اللي هو لا انت مش تمام معايا. الناس اللي بتحور، اللي هو عارف حياته لايف ستايل تحوير، فاهم؟ ممكن بصراحه حاجه تافهه شويه بس تيست اوف ميوزك، لازم نبقى شويه. ايه المزيكا اللي بتسمعيها؟ يعني بتحبي تسمعي ايه؟ ممكن بحب منير قوي قوي. منير؟ بالنسبه لي يعني منير ده فوق كده. فانت عامه حد رايق هادي كده اصلا؟ مش شرط. لا يعني منير برضو في حاجات مجنونه يعني. بتسمعي كل حاجه عامه يعني؟ كل حاجه. والشعبي بتسمعيه؟ فيروز ومنير وانجليش وعربي وشعبي وكله. انا نفس الموضوع يعني، انا بسمع كل حاجه يعني، الحلو من كل حاجه. اوكي. طب زي ايه؟ قول لي حاجه. انا بسمع كل حاجه حرفيا يعني. قول لي حاجه محدش بيسمعها غيرك. ممكن سلاوي، مش انا مش غير يعني، في ناس قليله قوي اللي بيسمعوا الحاجات دي. أوكي. زي سلاوي. طيب طب ايه الحاجات اللي بتكرهيها عامه في الناس، في الرجاله، ايه اللي بتشوفيه بقى خلاص لا؟ هو انا يعني شويه ممكن الشكل في الاول، ده حاجه بيزك يعني، اول ما اشوف الشخص كده عادي. لو دمه خفيف دي حاجه مهمه، بحب الدم الخفيف. بحب كده. الاغاني قلت لك، حاجات كده يعني، حاجات السطحيه العاديه يعني. اوكي. يا حسن. طب عايز تسأل اي حاجه النور ولا حاسس عايز ادوسي ولا ايه؟ انا تمام. سوري سوري سوري. شكرا. السلام عليكم. انا في العادي مش هادي، بس مع الناس اللي اول مره اقعد معاها ببقى هادي شويه. بس لكن ايه بالظبط؟ ما انا ما اتسالتش اصلا اسئله عشان تحكم يعني. هاي. هاي احمد. هاي ازيك؟ الحمد لله. الاخبار بتعمل ايه؟ كله حلو الحمد لله. منين؟ من القاهرة. ايوه منين؟ مدينة نصر. ماشي، ده اهم حاجة. برايورتيز جميلة. طب قولي. قولي انت. قولي. لو صحابك هيوصفوك بكلمة هيوصفك بإيه؟ دايما بيقولوا لي طيبة قوي يعني. طب ايه الريد فلاجز اللي ممكن تنور كده؟ التحوير، الكذب، شخص بيحبش الحيوانات او كده. ماشي. قولي. وانت؟ كذب كده كده. ماشي. كذب. قلة ثقة دي بتنور. اوكي. تراست ايشوز بقى. ماشي. يعني دي حقيقة. طب جرين فلاجز؟ جرين فلاجز الشخص يبقى طيب مثلا، دي حقيقة. مندوس بقى. انت كام سنة؟ 24. 24 حلو. طيب بتعملي ايه في حياتك؟ بتدرسي؟ لا انا خلصها 24 بقى. انا درست ماركتنج، اعلان في اعلام. اعلان في اعلام؟ ماشي حلو. وبس دلوقتي حاليا يعني اشتغلت، ودلوقتي مش بشتغل يعني، دلوقتي ما بعملش حاجة. يومي حرفيا هتدوسي؟ لا لا عايزين نكمل.
طب ايه الهدف بتاعك او انت عايزه توصلي لايه؟ لا بصراحه مش شخص بيبص قدام قوي، ما بحبش ان انا اوتر نفسي بان انا اشوف حاجه قدام، بحب اللي هو الهدف في الرحله، ولا بيقولوا ايه العبره في الرحله حاجه كده، بحب قوي المقوله دي. طيب كنز في الرحله، سوري يا جماعه ممكن نعيد كنز في الرحله، حتى المقوله قلتها غلط. طيب عندك كام سنه؟ انا 29 يعني داخل في ال 30. اوكي بتشتغل؟ اكيد إيه؟ اكيد مش قاعد عطل. انا عطله عادي يعني. لا انا اوفنسيف قوي. بشتغل سيلز ريل استيت. طيب ده حلو ولا وحش؟ لا حلو بس بضحك عليهم. ماشي اوكي. الناس بتضحكني. ماشي. تحب الحيوانات؟ بحب الحيوانات، وعندي قط في البيت بقاله 7 سنين. عنده 7 سنين. جرين فلاج. جرين فلاج. وعندي كلب. نور. وعندي كلب هاسكي. انا عندي قطتين. وبتحب الكلاب؟ بحبهم بس ما بحبش اربي كلاب بصراحه، الا لو يعني البيت بقى فيه جاردن او حاجه فاهم كده، عشان بحبش الكلاب جوه البيت. هو بس بالنسبه لي هم صعبين شويه. اسهل من القطط بكتير بجد. دي حقيقه. طيب نستنى إيه من الريليشن شيب؟ مفيش حد مستنى حاجه. مستنيه حاجه، مستنيه الفرج. بس انا هدوس بصراحه. على فكره كنت هدوس. على فكره انا عندي سبب. على فكره بقى احنا نتخانق. مفيش كونكشن. رخم قوي بجد. هاي هاي، ايه الاخبار؟ الحمد لله. الاخبار كله حلو. ريما. ريما مد. انا احمد. احمد عمرو يعني، لو عشان ريما مميز فاحمد عمرو هيبقى مميز. فعمرو اصحابي بيقولوا لي عمرو فعلا. الاخبار كام سنه؟ 25. وانت؟ 25. انا 29 داخل في ال 30. احنا ليه مستعدين ان احنا ندوس؟ لا انا مش مستعده لسه. ماشي. طب ما يعني يعني كل واحد قال اللي جواه فاهمه، فاللي هو ما تحكميش على اي حد في اي حاجه. انت مخلص ايه اصلا؟ انا سياحه وفنادق بس مش شغال يعني بالدراسه خالص. انا سيلز ريل استيت. انت شغاله ايه؟ انا موديل. ساكنه فين؟ هنا في الدقي، في اسكندريه، في سموحه. انت اسكندرانيه؟ انا من محرم بيه. ايه ده قريب. لذيذ. قريب. طلعنا اسكندرانيه زي بعض. طب حابه القاهره؟ بحبها عشان صحابي هنا وشغلي هنا، بس ما بفهمش حاجه فيها خالص. ماشي. يعني هو يعني اختلفت. هتدوسي؟ لا لسه. مش هدوس كده كده. يعني اختلفت في حياتك ان انت بقيتي في القاهره؟ اكيد كتير. فرقت في حياتك كتير. ايه اكتر حاجه توكسيك عملتها؟ انا اصلا شخص توكسيك. هو بينار انت. انا اسمي احمد وبرج عذراء واسكندراني. لا طب اسكندراني عادي، بس برج عذراء واحمد اسكندراني. ما انا بقولك اسكندراني عادي. ماشي يعني خلاص اسكندراني عادي. احمد وعذراء. انت برج ايه؟ انا اسد. حلو. يعني متوافقين نوعا ما. العذراء والاسد. بس انا ماليش في الابراج قوي. انت قولي لي بتسمعي ايه؟ طيب انا بسمع كله. عربي ولا انجلش؟ كله. تحب المهرجانات؟ مش قوي او مش كلها. أيوة في حاجات بتنتشر بتبقى حلوه فاه بسمعها. صح. ماشي انا موافق على ده. ليه بتقول على نفسك توكسيك؟ خالص. الناس هي اللي بتقول. ايوه ليه؟ شافوا منك ايه يعني؟ ما اعرفش، هما اللي بيقولوا كده بيحكموا عليا من اول ما يشوفوني، اللي هو انت احمد يبقى توكسيك. بس اللي اكتشفته مؤخرا يعني، او اللي اكتشفته هنا، ان هي بتختلف من شخص للتاني. يعني في ناس بتقول على عمر توكسيك مثلا عادي. فقشطه يعني. ماشي. انا هقول كده كده. سوري والله. بس احمد توكسيك. هنلف في السيركل هتروحي فين؟ الديت الاولاني كان بالنسبه لي مريح جدا، وكنا مكملين في حته حلوه، ولكن يعني عشان هي قالت الكلام اللي هي مترجمه ان هي ما ينفعش تقول. الديت الثاني مش مرتاح نفسيا. ريما مش عارفه تطلع اللي جواها، او مش عارفه تعمل ايس بريكنج معايا انا. هاي ازيك؟ عامله ايه؟ الاخبار عامله ايه؟ الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه بتعملي ايه في الدنيا؟ ايه يعني ايه الدنيا؟ بتعملي ايه في حياتك؟ بتعملي ايه في وقت فراغك مثلا؟ ضيع وقتك في ايه؟ عايشه ليه؟ بس حطيني بس على السؤال واحده واحده وهجاوبك. بتشتغلي ايه؟ بس موديل. ماشي. موديلنج ايه معين؟ ايه بالظبط؟ اعلانات. وبتضيعي وقتك في ايه مثلا في الحياه؟ بخرج مع اصحابي، بقرا كتب، بعزف كمانجا، حاجات مالهاش علاقه ببعض عامه. انت مخلص ايه؟ انا مهندس كوميونيكيشن. لذيذ. انا اللي بقطع عليكم الشبكه عامه. كانت مقطعه بقى امبارح. بتقطعوا لنا الشبكه دي بقى يعني؟ والله يعني ما بنقطعهاش، هي بتتقطع لوحدها. بتعمل ايه في يومك؟ بعمل ايه في يومي؟ والله دلوقتي بعمل حاجات كتير يعني. بشتغل، بروح الجيم، باخد كورسز، كنت بتعلم فرنش، بحاول انفست في نفسي يعني. انا ما سالتكيش انت كام سنه صحيح؟ 25. 27. ايه اكتر حاجه بتعمليها بتحسسك ان انت مبسوطه بجد؟ لما بقعد مع اطفال صغيرين او حيوانات. مش دوشه؟ لا يعني مش اطفال كتير،
يعني مثلا اليوم اتنين. عدد معين لا يعني اثنين ثلاثة كده يعني. طب سنهم اللي هو ايه الرخامة ولا اللي هو لا مش سن الرخامة بقى، سن مثلا سنة وسنتين والحاجات دي. عارفة انت اللي هم الصغيرين اللي هم بيبقوا ماشيين بالبامبرز؟ ايوه ايوه اللي فيهم حاجات مقلبات صغيرة. ايوه هم دول 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 اعلى سنة. كنت عايز اقول لك طب ايه ايه الريد فلاجز او الجرين فلاجز مثلا بالنسبة لك؟ ما هو الريد فلاجز يعني بتبقى حاجات تحسها بيزك قوي يعني، انه ما يبقاش خاين ما يبقاش كذاب. كلهم بحس ان دي حاجات طبيعيه ما تكونش موجوده في اي بني ادم سوي. على حسب الحاجات اللي انت شفتيها قبل كده، ايه دايما الحاجات اللي كنت بتقابليها ما بتقدريش تستحمليها يعني؟ مش بستحمل لو حد شكاك او لو حد عصبي وصوته عالي. يعني في ناس بتبقى يعني انا عصبيه بس انه مثلا مره بعد كذا مره، يعني مش بتعصب بسرعه، بس انه حد عصبي على طول وصوته عالي لا ما ده بيوترني اصلا. يعني ايه الحاجات بقى اللي ممكن تشدك او تحسسك ان انت مشدوده اكتر، فاهمه؟ ممكن حد يكون بيسمع وبيتفهم، او مثلا لو انا ممكن لو اتضايقت من حاجه ما اقولهاش بطريقه مباشره عشان ما بحبش الخناق، ممكن اقولها بطريقه يعني ايه طرق ملتويه شويه. طب ما هو التلميحات دي وحشه. ما انا عشان ما اتخانقش، لان انا لو اتكلمت فالموضوع لا اتخانقي عشان المشكله ممكن تتحل. ما بحبش الخناق عادي. انا ممكن اقول انه مثلا على فكره كذا ده ما عجبنيش واغير الموضوع. ما هو كون ان هو بقى يقعد يفهم ويجيبها من الدائري كده ان هو لا مش في حاجه تانيه يبقى هو غبي بقى. طب وليه؟ هو انت اسمك ايه؟ حاسس متاخر شويه بس يعني انا بجد ما اعرفش. اوكي ريما. ريما محمد. يعني مثلا ريما ضايقتني في حاجه مثلا، يا ريما انا اتضايقت من كذا، بدل بقى ما اقول لك على أيه فكره دي مباشره قوي. لا يعني ما حلوه دي. لا ما هو في طرق، ما انا ممكن بحط عذر بيني وبين نفسي انه ما يمكن مش قصده، يمكن حرام مش عارف مش عايزه اتخانق، فبقولها بطريقه لطيفه شويه اول مره، لما بتتكرر تاني بقولها بطريقه اعنف شويه كذا مره كده، ان هو بدي هنتات وبعدين خلاص بقى بقفش. ما انت قفشتي عشان انت بتكوني مع نفسك يعني. هو ما يعرفش. لا انتوا ما بتفكروش ده ايه ده؟ يعني اصلا انت عملت في حد يقول كده؟ هو ده اللي غير مباشر. على فكره كنت هدوس. طب الحمد لله. هو زعل قوي ان انا بقول عليهم اغبياء، ما بيفهموش من التلميحات. هو محمد. مريم. مريم ايه يا محمد بقى احكي لي عن نفسك. في ايه يا مريم؟ طب ما تحكي لي انت الاول. طب انت عايز تعرف ايه؟ احنا هنبتدي من اهدى. طيب انت متخرج بتشتغل، عندك كام سنه؟ انا 27 بشتغل كوميونيكيشن انجينير. انت كانجينير بقى شايف نفسك اذكى واحد في الحياه وكده ولا عادي؟ لا عادي ده احنا اغبى خلق الله اقسم بالله. قولي لي طيب انت كام سنه بتعملي ايه؟ انا عندي 23 سنه بمثل وبشتغل معيده في المسرح. تعرف ان انا كنت بمثل في مسرح الجامعه؟ لا ما تهزرش. والله العظيم ده احنا كده بين حاجات ان كومن. يعني الحمد لله. ده انا شكلي احب اقول دي خلاص. ربنا بقى هنعمل ايه؟ ايه بقى انت باشنت اباوت غير التمثيل؟ الكوره. انت بتحب الكوره؟ اه. تعصب بقى وكده؟ هو حاجه واحده بس يعني. ايه زملكاوي؟ ها باين قوي. هو لسه ما نورش اصلا. خدي بالك في انتماء. ما الزملكاويه دول ايه بقى؟ فيهم ميزه. اه لويل. طب هل انت لويل فعلا؟ في الكوره؟ لا. ايه حاجه انت مش بتحبها في نفسك؟ بصي هو في حاجه يعني غريبه شويه، بس انا شخص ابدو بارد، بس انا بتعصب، بس بتعصب بعد كتير. طب ولما بتتعصب بتزعق بقى وكده ولا انت لما بتتعصبي بتعملي ايه؟ لا انا الصراحه بكون هاديه، يعني عصبيتي داخليه شويه. طب انت ايه اكتر حاجات بتحبيها وبتكرهيها في نفسك؟ بحب ان انا باشنت اباوت الحاجات اللي بعملها، وبكره ان انا مش صبوره. امتى بتحسي انك مش صبوره؟ بزهق بسرعه بصراحه، لو مثلا ببدا اكتيفيتي جديده اللي هو لا انا داخله خلاص انا برو، لسه استنى بقى اتمرن وكده، لا 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 مفيش كلام ده، انا داخله واخده بطوله اصلا. ده بيخليكي بتكملي اي حاجه للاخر ولا كله؟ على حسب الحاجه، يعني لو هي حاجه هعرف اتعلمها بسرعه هكمل فيها، بس لو مش هعرف اتعلمها بسرعه بروبابلي. ما اكيد كل حاجه صعبه بتبقى احلى، بس بتاخد مجهود عشان تتعلميها. صح. طب انت على فكره الحمد لله قوي يا جماعه. الحمد لله. هو القبول برضو الحمد لله. صح 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 تواضع برضو. انا حاسك مبسوط بالقعده. ايه ده؟ طب والله كنت هكمل. لسه كنت هقول لك باين على وشي. انا اسفه والله. هي قالت ان هي متسرعه او ما بتصبرش، فهي فعلا ما بتصبرش. اهلا. ايه ده حسن عارفك منين؟ مش عارفه. ها بص ممكن قبل ما تقعد نبدل عشان ده الجود سايد بتاعي. عامله ايه اسمك ايه؟ مريم. مريم. اه رامز. رامز. ايه عندك كام سنه؟ 23. انت عندك كام سنه؟ 23. 23 برضه؟ اه نو واي. طب بتعمل ايه في حياتك بقى؟ يعني عايز امثل
ما تهزرش. ده انت زمان هو كل الناس هنا بتحب تمثل. انت عايزه تمثلي يعني بيقول بس انت يعني الشاطره في التمثيل يعني ولا انت ايه حاسك شاكك فيا مش عارفه لا ما, ما طب مثلي لي مشهد يا سلام اكبر دليل ان انت شكلك مالكش في التمثيل ان انت المفروض تبقى عارف ان دي ما ينفعش حاجه تحصل اون ذا سبوت فشكلك كده في فاتي لا 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 بص بس بص بالراحه كده صلي على النبي انا عارف كل الكلام ده بس قلت اجرب يعني يمكن انت تختبرني يعني مش بختبرك بس قلت يمكن عشان بتمثلي مسرح ففي نوع من انواع الارتجال في حاجه كده بس الارتجال حاجه وان مثلي مشهد دي حاجه تانية طب بلاش احكي لي عن اغرب حلم حلمتيه في حياتك حلمت ان انا كنت هقولك كنت راكبه فرخه بانيه حته فرخه بانيه حت ربنا وسافرت بيها امريكا بقى ولفيت العالم بفرخه البانيه وهي كانت بتسوق ازاي لا كانت بقى بتتمرجح كده كانت عامله زي بوصات على ايوه ولا هي تحس ان والله انا حلمت حلم برضو غريب شويه ايوه وكنت عادي راجع البيت فلسبب ما جوه البيت في اسانسير انا وانا جاي اركب الاسانسير لقيت بقره لابسه بدله لقيت بقره لابسه بدله انا بقى كان المفروض اوضتي في الدور الثالث هي وقفت عند الدور الثاني الدور الثاني في مضحك لا مفيش بس بقره لابسه بدله يعني كاج حاسه ان هي حاجه عاديه فعلا كمل بصي هو انا هقول لك حاجه بس ليها علاقه بالموضوع ان انا اليوم اللي بعديه كان عندي برزنتيشن في الجامعه فانا توقعت ان انا هبقى بقره في البرزنتيشن ومش هعرف اقدم ايه طب وبقيت بقره في انا اسفه مش قصدي بس في الباقي عملت حلو برزنتيشن يعني لا لا كانت كويسه انا بتميز في الحته دي ايه ده طب هو ده بيحتاج ثقه في النفس ده على فكره موجود لا والله بحب الناس اللي قبلي كان واثق من نفسه كان متواضع قوي برضه متواضع حاجه وواثق من نفسه بتريق يعني في انت دمك خفيف انت ليه مش بتجت الزوق يا اوكي طيب هو انت دوستي عليه ليه؟ علشان كنا قاعدين بقى كده بقول له انت مبسوط ففكر يعني ممكن يكون عنده جمله يجهزها لك احلى من اللي انت سالتيها لا هو قال والله انا عايزه واحد واثق ان هو قاعد مبسوط معايا يعني مبسوط؟ جدا تفتكر معايا؟ لا غفلتني دوستي ليه؟ عشان شفتك هتدوس انا بسلم عليكي لا ولا لا انا بعمل كده فانت رحت عامل قفشتك عملت كده ازاي معلش جيتها منين انا مش مصدق عامه انها كانت فاكره انا مش مصدق انها كانت فاكره ان انا هقدر عشان انا بسلم بايدي اليمين وايدي اليمين اقرب للبازل منين بقى عملت كده والشغل الشعبازه اللي هي بتعمله يعني مش فاهمه حاجه اوكي هاي هاي محمد عامل ايه مريم كويس مريم مريم حلو الاسم شكرا عامل ايه كويس انك ما اتريقتش بس لا لا ايه لا خالص بلاكس ايه اكتر حاجه بتحبيها في نفسك عامه يعني حاجه احس ان هي دي اكتر حاجه بتميزك بحب ان انا باشنت بعمل حاجه بحب كده دايما اللي هو في حاجات عايزه اعملها في حاجات ايه اكتر حاجه حاسه ان انت مديها اهتمام في حياتك يعني عايزه توصلي لها تمثيل انت ايه بقى انا الشغل بتاعي انا شغال بروجكت مانجر يعني ف اكتر حاجه مركز فيها شغلي ودراستي واو اوكي اوكي طموح قوي تلاقيش اوف طب نايس طب قولي انا في سؤال الصراحه في المية من ساعه ما قعدت هل انت الكوميونيكيشن عندك شغال ولا مش شغال يعني لا شغال ودي اهم حاجه طبعا ده لازم يعني ايه ده اوكي طيب يعني دلوقتي لو حاسس ان انا محتاج اسال خلاص حسيتك كده سوري فاجئني قوي فاجئني قوي ليه لا انا عايزه لا لا يا نهار اسود انا مصدومه جدا ايه ده ليه مصدوم عشان انت كنت اخ مغدر يا نهار اسود اللي حصل ان انا اتغفلت هاي ازيك عامله ايه محمد ريما ايه الاخبار يا ريما الحمد لله ايه اللي حصل قبل كده اقول العادي قولي ايه المشكله عشان زعل ان انا بقول يعني الرجاله ساعات بتبقى اغبيه لا انا كنت الرجاله اغبيه مش كلهم يعني بس ساعات بيبقى في تصرفات بيعملوها يعني بتبقى اغبيه ان هو مثلا لو في تلميحات او كده مش بيفهموا اكتر حاجه ايه بتكرهيها في نفسك يعني مش حباها في نفسك ولا تمام مفيش انت خنت قبل كده خاين يعني لا ما كنتش قبل كده ما ببصلش اصلا المرحله دي يعني لو هو مفيش حاجه بيننا او ان انا هبص لحد تاني مش محتاج ان انا اكمل بقى خلاص بتعملي ايه بقى في حياتك بتشتغلي البيسي بشتغل بتشتغلي ايه موديل اعلانات حلو يمشي قوي لا تدي على حاجه زي كده طب ايه خليكي مثلا ممكن تتقفلي من حد اللي هو كذاب كذاب ده كده يعني عامه خاين شكاك
غبي. بحس حته غبي دي عشان مش عايز نعمل طاقه كبيره او نقعد نتخانق في حاجات احنا مش الموضوع يعني الدنيا سهله وان حد مش بيسمع. انا في الحته دي عامه انا بحب اسمع حتى لو اللي بتتكلمي فيه مش من اهتماماتي قوي بس اوكي لا هسمع قوي. طيب انت ايه التايب بتاعك؟ شخصية عايز حد كده الدنيا سهلة ما يبقاش مكلكع ما بيبقاش يكون قد الثقة عشان انا بحبش اكون شخص شكاك قوي. اهم حاجة تاني ان هي تكون حد دمه خفيف دي بتفرق معي قوي. شكرا. ليه بقى؟ علشان حد دمه خفيف. طب هي لو مش حد دمه خفيف اصلا مش دي الحاجة المهمة في حاجات تانية اهم بكتير. اوكي. ايه شكرا فرصة. مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ الحمد لله. الاخبار؟ اسمك ايه؟ ريما. ريما. انت رامز. ازيك؟ ريه وريه. را. را بجد؟ عندنا في اسكندريه را. اسكندريه. ايوه. اسالك سؤال عشوائي شويه، لو انت كنت حيوان كنت هتبقي حيوان نوع ايه؟ هرد بعديكي. هذا اغراء يعني. مش عارفه بجد يعني. مفيش سبيريت انيمال كده اللي هو حيوان بتحبيه تحسي ان هو الحيوان ده بيمثلني؟ انا بحب الكلاب بس يعني مش هيمثلني، مش هقولها ابقى كلب يعني. يعني انا بحب البط قوي. ايه ده؟ والله اللي هو الصغير الاصفر. انا اسف. ما بتحبش البط؟ لا لا. طب ماشي، كنت هتبقى حيوان ايه بقى الاول؟ ولف. هو ايه مشكلته مع الحيوانات اصلا ومش عاجبه يعني؟ طب سيبني اقول الحيوان اللي بحبه. هاي. مساء الخير. مساء النور. اسمك ايه؟ هاجر. بالجي. اوكي ماشيه. اعرف حد برضو بيتعصب لما اقولها له هاجر. مش بتعصب يعني بس يعني. لا هي مش بتتعصب يعني، متعود عليها هو يعني. هاجر مميزه اكتر من هاجر يعني. اوكي وانت منين اصلا؟ من مدينه نصر. اصولك منين؟ يعني ايه اصولي؟ يعني اهلك منين؟ انا مثلا اهلي من ابويا من المنوفيه. انا بابايا من القاهره من مصر الجديده، وماما من العريش. من العريش؟ هي فين؟ هي فين؟ العريش. شمال سيناء. بيختبرني ولا ايه؟ انا عارفه على فكره. لا انا اللي مش عارف. قوليلي بقى عندك كام سنه؟ 24. حلو حلو فعلا. انت عندك كام سنه؟ حلو. 23. اوكي. لا لا عادي يعني. عادي احنا قاعدين بنتكلم. المهم كنت بقول ايه؟ وايه بقى وانت طولك قد ايه؟ لا عشان حسيتك قصيره وانت جايه فقلت امان. استغفر الله العظيم. عادي في ايه؟ 151. معلش الواحد دي مهمه بالنسبه لي تخصني. انا 173 والثلاثه كلهم مهمين ما شاء ربنا يزيد. طب بتعملي ايه في حياتك؟ دلوقتي واخده بريك شويه، كنت بشتغل قبل كده بس دلوقتي يعني واخده وقت لنفسي شويه. عطليه؟ اوكي مش عيب. صح عادي. براود عادي كملي. فبس دلوقتي يعني برسم بقى وبعمل حاجات انا بحبها لنفسي، مش عايزه حاجه. انا كمان بعرف ارسم يعني. انا عندي موهبه وما شاء الله جميله وكل حاجة. فعلا يعني رسم صوره واحده بنت امي علقتها في الصالون. طيب. عشان هي كانت عاجباها قوي، لسه موجوده لحد النهارده وعليها قمدتي وبتاع. بس دي كانت احسن واخر حاجه رسمتها في حياتي عشان زهقت جدا وانا برسم. واتس يور تايب بقى؟ ايه ده؟ لا اتسال صح، اصل انت ما سالتنيش. ما فيش تايب قوي يعني. ما خلاص انت ما سالتنيش. واتس يور تايب؟ يا سؤال. الواقع ما تكونش بلوند. طيب اوكي تعالى احكي لك حلم. من غير ما اسال. كان في حلم كده حلمت بيه غير بتاع واحد حكيته بتاع انت كنت بتسمعي؟ كلنا سمعنا البقره اللي ببدله دي. كان حوار. بص انا كنت في يوم كنت نمت وانا واكل تشيكن فيل. اوكي كنت طيب. طالبه دليفري. المهم بقى ايه، اول لما نمت صحيت، لا صحيت في الحلم يعني. لقيت نفسي ان انا طالب اوردر تشيكن فيله برده. والاوردر حلم لافف كده. والاوردر كان وجبه اسمها كينج كونج. اول لما الاوردر جه ببص بقى مين المندوب، كان واحد صاحبي معايا في اعدادي. اوكي انت زهقتي شويه يعني؟ انت بتالف صح؟ ده مش حلم. مش بالف. هالف ليه؟ والله ده حلم بجد. ده حلم بجد. عامة طيب. مش هكمله. طيب خلاص، هو خلاص ممل بقى معلش. لا هو كان حلو جدا. ما تكملش. كمية الناس اللي حكيت لهم الحلم ده قالوا لي يتعمل اعلان. والله انت بتألف قوي والله بجد. بحاور في الاحلام ليه؟ ما طب بس انا هسألك سؤال. لا اسأل. What's your spirit animal؟ ويلف. بجد؟ لا بحور. خلاص ماشي مصدقة. ليه طيب؟ ليه بقى مصدقة؟ لا انت ليه مصدقة؟
لا عشان قلتها كذا مره فتمام يعني. يعني لو كنت حكيت الحلم كذا مره كان هيبقى تمام يعني. اصل حلم طول قوي وتفاصيله ورا البيت ومش ورا البيت يعني. خلاص مش مهم يعني. كلب وقلب انترستينج بصراحه. خلاص اللي بعده على فكره عمر انقذك بالنور اللي ليه ولف او ولف يعني. هو عشان بحسه الصراحه حيوان اولا هو جميل جدا شكلا حصل ماجستيك قوي بتحسه شجاع كده ودايما بيبقى عنده وفاء وبيقود كل اللي حواليه وكل الناس بتستقل بقدراته بس هو فعلا هو قدراته غير عاديه وفي نفس الوقت بحس ان ده حاجات مريت بيها في حياتي يعني اللي هو اندر استيميتد ومش باخد حقي بتريليت للولف بس في الواقع انا ممكن اعمل معجزات ان شاء الله ما شاء الله. طب ايه في اسئله ثانيه بجد والله متضايقه ليه اصل ما حسيتش يعني كان لسه ده الوقت لسه الحلو بيعدي ماشي كنت عايزه تدوسي لا لا ما حسيتش يعني كنت عايزه اتكلم عادي ماشي عامه هو نور احمر لو عايزه تدوسي لا خلاص بقى لا من غير جبر خواطر من غير جبر خواطر عايزه يا عم لا لا والله مش عايزه ادوس وانا ممكن احكي لك الحلم بجد عشان والله انا بجد يعني طيب هحاول اسمع طيب بصي هو انا بعد ما لفيت ورا العماره انا مش فاهم بقى ليه كينج كونج عندنا وخايف بس فلقيت انا بجد كان حلم واقعي فبس فضلت وبقول لها انا رجعت بس والحلم خلص على كده ما حصلش نصيب للاسف وكان حظي وحش المره دي بس لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير وسبسكرايب ولو عايزين تطلعوا الحلقه الجايه اعملوا ابلاي على اللينك اللي في الديسكريبشن.